En som brenner Koranen ifølge islam, da straffen døden. Det riktig? حرق القرآن للإهانة نعم بالتأكيد. Du satt i fengsel for å ha truet noen kurdere og også statsministeren. Nå sier en av kurderne at du har truet ham igjen. Det riktig? Nei, det er ikke riktig. أمامه طريق المحاكم يستطيع أن يثبت ذلك. Men denne mannen som da har brent Koranen, vil det være riktig at han mister sitt liv selv om han bor i Norge? أعتقد جازما أنه ارتكب جريمة وعقوبته القتل وتنفيذه على أمتنا سواء كان في النرويج أو عند باراك أوباما لا يفرق هذا فأنا لا أهدد شخصا بعينه أنا أذكر النظرية أذكر القانون فأنا قلت ما في القرآن وما في الحديث فأنا ما قلت على الشخص يجب أن نقتلك أنت En av dem som brente Koranen er redd for at noen som hører på deg kan komme til å drepe ham fordi du har sagt at det straffen ifølge Koranen. Ikke det en fare at noen av dine, de som hører på deg, gjør en sånn gjerning? هو يجب أن يكون خائفا من الصومالي والأندونيسي والأفريقي والتشيتشاني ومن كل من هو صاحب القرآن لا يخاف مني يخاف مما ارتكبه من جريمة ويخاف تطبيق العقوبة عليه Betyr ikke det at du med din religiøse utredning faktisk dømmer ham til døden? Selv om du ikke vil gjøre det selv, så kan noen andre gjøre det? ليس فقط يستمع إلي كل من يعرف العقوبة ممكن أن يقتله كل من يعرف العقوبة نحن ندافع عن ديننا بدمائنا وحدودنا حدود الدم حدود متفجرات الذي يهين ديننا يجب أن يعرف أن واحدا منا سيموت هذا أو غيره الذي يفعل إهانة لديننا وكرامتنا يجب أن يفهم أن هذا صراع حياة أو موت Men ville du være tilfreds hvis denne mannen ble drept? سأرسل هدية إلى قاتله إذا استطعت. كيف لا أفرح؟ لما لا أفرح؟ Det betyr kanskje at du gledet deg over angrepene mot Charlie Hebdo i Frankrike og også det antatte angrepet mot Lars Vilks i Danmark. أنا بالنسبة للحادثة الثانية لا أعرف عنها كثيرا لكن بالنسبة لما جرى في فرنسا نعم بالتأكيد أنا فرحان به. De som utførte angrepet mot Charlie Hebdo, hvordan vil du karakterisere dem? دافعوا عن كرامتهم، دافعوا عن مقدساتهم. De som angrep Charlie Hebdo i Frankrike, var de helter? نعم بالتأكيد أبطال. ومجاهدون. Skulle du ønske at det fantes noen sånne helter også i Norge? La, la atamann. Leise li annani a'ishu fin Norvig. Lianna Faransa kanat testahiku thali. Og norvigien, idha saru ala tariqati Faransa, naam se yastahiku. Men hvis for eksempel en tegner lager en Mohammed-karikatur i Norge første gang, den som lager den først, vil det da være rett av en islamist å oppsøke vedkommende og sprenge seg selv i luften for å ta livet av tegneren. لست اولا انا الذي احلل او وانما هذا اصبح كافرا محاربا يجوز قتله ثانيا لا يكون بالانفجار حتى لا يكون شخص بريء يمكن men hvis han alene så det greit Ja. Mebil. Lianna huwa dasa karamatana wa qiyamana wa qadasatana. Hadha yajib an yamut. Lian hadha alladhi la yahtarim 30% min al-bashariyya la yajib an ya'ish aydan. Men det jo også norske aviser og TV-stasjoner, blant annet NRK, som har publisert noen av disse karikaturene. Ja. Al-fi'l al-awwal هو المقصود مثلا الصور الكاريكاتيريه الحقيره التي نشرتها يولانس بوستن في 2005 في الدنمارك
هو المقصود. بعدها انتشرت أيضا في 13 دولة أوروبية أيضا نشروها، لكن هذا التخفيف الضغط على الدنمارك هذا أمر آخر. هذا أيضا نعم هذا أيضا نشره ليس صحيحا. الفعل الأول يستحق هذا الرد. هذا زمن مفتوح، الذي يهين ديننا يجب أن يعرف هذا ليس اليهودية لنسكت ونضع نخضع لمزيد من الإرهاب الرسمي الدولي. لا، نحن نموت لأجل ديننا ونعيش لأجل ديننا، لا شيء مقدس أكثر من ديننا فقط. ومن يصطدم بديننا يجب أن يعرف سنصطدم به بمتفجراتنا. لا ينبغي أن يكون هناك أي تساهل أي تفاهم أي مساومة على هذا الأمر. نحن لا نعيش لحياتنا، لا نعيش لبطوننا وفروجنا، نحن نعيش لديننا وحده. Är det bra att norske islamske ungdommer reiser till utlandet för att styrka sig både i tron men också få färdigheter till att kämpa för islam? أنا أعتقد هؤلاء الأخوة الشباب والشابات الذين يذهبون إلى أماكن الجهاد أولا أن يكون متأنيا، لا يذهب بانفعال، يفكر بعقل وتعقل ويدرس جيدا، ثم بعد يدرس الساحة التي يذهب إليها وماذا يفعل هناك ثم يذهب. وإذا ذهب حتى لا يندم يذهب وبعد 6 أشهر يريد أن يعود، بالتأكيد هناك تكون علامات استفهام عليه، حتى لو كان هناك يعني مجرد كان ينظف الشوارع. فأنا في رأيي من ذهب إلى ساحات الجهاد أن لا يرجع ويبقى هنا، أما أن يذهب ويعود ويعمل بلبلة وشوشرة على المسلمين وأيضا مخابرات الدول ويكون الضغط على المسلمين أكثر، فأنا ما أيدت ذلك ولا أؤيده. Den krigen som pågår i Syria och Irak nu, är den viktig? نعم بالتأكيد مهم. بالنسبة لما يجري في سوريا عين الحق والصواب. شعب كله يريد إزاحة هذا النظام، هذا النظام المجرم الذي فعل ما لم يفعله أحد، والغربيون ساكتون وضمائرهم ميتة أو في إجازة. فالطريق الصحيح والصواب في سوريا هو طريق الجهاد، شاء الغرب أم أبى. Hvor viktig er opprettelsen av kalifatet med en kalif som er av Mohammeds egen familie? هناك نقطة مهمة أنا أعتقد أن الشعوب الغربية لا تفهمها والسياسيون يفهمونها لكن يريدون أن يحيدوا عنها، وهو أن إسلامنا ليست كالمسيحية. إسلامنا حركة تغيير سياسية بالأصل. الإنجيل ليس كالقرآن، القرآن فيها 500 آية حول السياسة والسلطة التشريعية والحكم والقضاء بآياتها المختلفة، هذا لا تجدها في الإنجيل. هناك فارق كبير، ولذلك لا ينبغي أن نقول في الإسلام الدين على حدة والسياسة على حدة، فالدين والسياسة معا في الإسلام. ولذلك موضوع الخلافة موضوع شرعي ديني من صلب الدين. فبالنسبة لما جرى في سوريا من أمر الخلافة، ودكتور أبو بكر البغدادي أعلن عن دولة الخلافة، والغرب خايف من ذلك، لأن نقطتان جدا مهمتان في أمر أبو بكر البغدادي. أولا موضوع الخلافة، وهذا الذي أوباما ومن معه كلهم يخافون منه، لأن هذا يعطي أن نعطي البيعة للخليفة من أندونيسيا إلى المغرب ومن تشيتشان إلى كاب في جنوب أفريقيا المسلمون إذا اقتنعنا بشرعيته، هذا واحد. ثانيا رفع الحدود، هذه حدود سايكس بيكو نحن لا نعترف بها. Är du redo till att svärga troskap till kalifen? أنا الآن لست مستعدا لأن أنا ما زلت لا أعرفه ولا أعرف الخلافة نفسها الذي هو أعلنها شروط الخلافة. نحن عندنا في كتبنا الفقهية 7 شروط للخلافة، وإذا اقتنعت بأنه خليفة نعم أبايعه أمام البرلمان النرويجي وأتحدى وأصبر على كل ردود الفعل الذي تأتيني من العالم كله. Tror du da at
dette kalifatet eller, eller eventuelt andre kalifat vil ta over makten i verden? ليس العالم لكن خلال 20 سنة المقبلة في تصوري نعيد خلافتنا لنكون رقما صعبا في المعادلة الدولية. أمتنا قطعت 70% من الطريق، باقي 30، والثلاثين أنا في تصوري في تخميني وتقديري خلال 20 إلى 25 سنة المقبلة بإذن الله سيكون لنا خلافتنا الشرعية التي نبايعها جميعا، شاء الغرب أم أبى.